أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا حول قطاعي السفر والسياحة، أشار خلاله إلى توقعات متفائلة لوكالة فيتش بشأن نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بوتيرة متسارعة في عام 2023. وبحسب الوكالة فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر في العام الجاري 11.6 مليون سائح بزيادة قدرها 46% وبحلول عام 2026 من المتوقع وصول إجمالي عدد الوافدين إلى مصر إلى 14 مليون وافد، وهو أعلى من ذروة ما قبل الجائحة البالغ 13 مليون وافد.